ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين المحتلة في ظل التصعيد الممنهج للاحتلال في غزة والقدس والحديث عن إقامة دولة فلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. أهلا بك معنا دكتور رائد. أهلا وسهلا بك، أشكرك. حياكم الله. كما ينضم إلينا عبر خدمة زوم من الضفة الغربية أيضا المحلل السياسي الفلسطيني رمزي فياض. حياكم الله أستاذ رمزي. أهلا بك، حياكم الله. بداية دكتور رائد، لو يعني توجز لنا أو توصف المشهد السياسي الذي يمر به أو التي تمر به حكومة نتنياهو الآن، هل هي مضطرة لإدامة هذا العدوان أم أن هناك مخارج معينة لها؟ يعني حاليا أن الحكومة الإسرائيلية مضطرة لاستمرار هذا العدوان لمصالح سياسية شخصية متعلقة بنتنياهو شخصيا، وأيضا لأسباب خاصة متعلقة بالائتلاف الحكومي، وخاصة أنه في هناك سموتريتش وبن غفير هم يعني عماد هذا الائتلاف الحكومي. ففي حالة توقف هذا العدوان على قطاع غزة، بعتقد هذا بيعرض أيضا حكومة نتنياهو للانهيار. عشان هيك مضطر، واضح أنه مضطر نتنياهو لمستقبله السياسي، ومضطر لائتلاف الحكومة الاستمرار في هذا العدوان. ولكن على الصعيد الآخر، في هناك يعني لبيد في المعارضة، وهناك الشارع الإسرائيلي اللي يعني زادت تظاهراته في الأونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق في أهالي الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. أعتقد يعني هذا الحراك قاعد بيزيد شيئا فشيئا. هناك تهديد من قبل آيزنكوت ومن قبل غانتس أيضا، اللي انضموا إلى حكومة الائتلاف فقط بعد 7 أكتوبر، واللي أيضا يعني بلشوا يعربوا عن امتعاضهم من قرارات نتنياهو في هذا الاستمرار. أعتقد أنه الوضع السياسي في داخل الكيان الإسرائيلي يعني ممكن يحدث هناك مفاجآت، تحديدا إذا زادت المظاهرات، وتحديدا أيضا إذا قرر غانتس وايزنكوت الانسحاب من حكومته، مما يشكل له أزمة. هذا بالإضافة طبعا إلى العوامل الخارجية المرتبطة في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية في هناك يعني مؤشرات عديدة تقول أنه في هناك ضغوطات أمريكية سياسية على الكيان الإسرائيلي. شفنا قبل كم من يوم قبل زيارة بلينكين لمنطقة الشرق الأوسط، وحديثه عن احتمالية الاعتراف في الدولة الفلسطينية من قبل الحكومة الأمريكية، أو حتى على الأقل تمرير قرار مجلس الأمن متعلق أيضا بعضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة. اليوم شفنا أيضا في احتمالية أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أن تمرر قرار في مجلس الأمن لوقف مؤقت لعملية إطلاق النار. أعتقد هذا أيضا يعني تعبير أو انعكاس للخلاف الموجود حاليا ما بين نتنياهو وما بين بايدن وإدارة بايدن فيما يتعلق في موضوع الاعتداء على قطاع غزة. هناك يعني هناك صفقة شاملة سلام شاملة أمريكا بتحاول تحضرها، مقتضاها وقف العدوان، ومقتضاها أيضا تطبيع مع دول عربية وتحديدا مع السعودية، والانطلاق في مسيرة سياسية من أجل حل الدولتين، اللي بلش في ضغوطات غربية عموما أمريكية وأوروبية أيضا فيما يتعلق في هذا الموضوع. فأعتقد أنه يعني هناك في مؤشرات عديدة أنه في رح يكون في هناك تغير جوهري تحديدا سياسي من قبل الدول الغربية ومن قبل أمريكا فيما يتعلق في الكيان واعتداءه. طيب أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ رمزي. يعني أستاذ رمزي، كما تحدث دكتور رائد، لربما الولايات المتحدة ماضية في سعيها لوقف هذا العدوان، لربما ضمن شروط تليق بها أو يعني تتفق مع مصالحها، مع المصالح الأمريكية وإعلان دولة فلسطينية وما إلى ذلك. ولكن مع هذا الحديث ومع هذه الجهود الأمريكية، لربما هناك يعني تواصل أمريكي أو مواصلة لدعم هذا العدوان، إن كان بالأسلحة لهذا الكيان وغيره من الإمدادات. يعني كيف يمكن فهم هذه النقطة من جهة يعني مسار سياسي، ومن جهة ثانية هناك دعم لهذا الكيان عسكريا وما إلى ذلك؟ والله هو كما كان الدكتور رائد كما قال لي التحليل، وكان يعني مقارب جدا للحقائق، لكن في بناء على التجربة السابقة، الولايات المتحدة الأمريكية في حتى في طرحها لموضوع المخرج السياسي وهو حل الدولتين، كما تعودنا منها،
هي عبارة عن إدخال، يعني محاولة لإدخال الفلسطينيين، أو أولا إعطائهم أمل ربما يكون أمل موهوم، وثانيا وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أكدت على رؤية قريبة من رؤية نتنياهو بأن الدولة الفلسطينية أو الحديث عن الدولة الفلسطينية لن يكون إلا عبر المفاوضات. وإذا دخلنا كما دخلنا سابقا في نفق المفاوضات، فأعتقد بأن ذلك هو عبارة عن تخدير للقضية الفلسطينية، بانتظار أن تحقق إسرائيل في الميدان حلم اليمين الإسرائيلي. حلم اليمين الإسرائيلي إذا ما دخلوا أو إذا ما تحقق الدخول إلى رفح هو محاولة أخيرة لتحقيق الرؤية الإسرائيلية والقاضية بتهجير مئات الآلاف من الفلسطيني، وهذا يعني إحباط وإثبات لأي محاولة لبناء دولة فلسطينية. لذلك وبناء على التجربة، الرؤية الأمريكية لا تحظى بثقة في الشارع الفلسطيني، وأيضا هنالك مجموعة من العوامل التي قد تفشل هذا التوجه. لو افترضنا مصداقية الولايات المتحدة في رؤيتها، فإن الانتخابات الأمريكية والتي تؤشر يعني استطلاعات رأي بأنها قد تتجه باتجاه ترامب، هذا يعني أنه في نهاية العام أو قبل نهاية العام السياسة الأمريكية يمكن أن تتغير في ظل إدارة أمريكية جديدة. لذلك لا يعول الفلسطينيين على الرؤية الأمريكية، إنما يعولون أولا على قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في الميدان، هذا جانب، والجانب الآخر يعولون على الحلفاء وأيضا رؤية بعض الدول، خاصة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني والتي توجت بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، والتي يمكن أن ينتج عنها قرارات تضع إسرائيل كما وضع جنوب أفريقيا النظام العنصري في جنوب أفريقيا سابقا في زاوية، وبالتالي تبدأ المقاطعة تجاه إسرائيل، وهذا يشكل عامل الضغط الأكبر والمساند للشعب الفلسطيني، والذي يمكن أن يحقق فعلا دولة فلسطينية على أرض الواقع مفروضة فرضا. والفلسطينيون يجب أن يفكروا برؤية مشتركة بإعلان الدولة الفلسطينية حتى من طرف واحد. يعني دكتور رائد، في بداية هذا العدوان لاحظنا أن الولايات المتحدة لم يجري على يعني بتصريحاتها أي تصريح أو أي شيء يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، لا بل على العكس، يعني كان هناك دعم لا متناهي بالتصريحات وبكل شيء لكيان الاحتلال. برأيك لماذا الآن تدعو الولايات المتحدة لإطلاق الدولة الفلسطينية؟ يعني خلينا ننتبه بداية أنه الاختلاف أو الخلاف ما بين حكومة بايدن وحكومة نتنياهو هي سابقة ل 7 أكتوبر. هناك حكومة يمينية متشددة، برنامجها السياسي في إسرائيل قائم على عدم وجود دولة فلسطينية، وحتى يتباهى نتنياهو بأنه هو القادر الوحيد على منع وجود هذه الدولة. هناك برنامج يميني من سموتريتش وبن غفير يقوم على فكرة الاستيطان وفكرة خلق الفوضى في الضفة الغربية والقضاء على السلطة، ومن ثم، وهذه طبعا يسميها سموتريتش خطة الحسم الصراع وهي معلنة ولها مراحل. مرحلة أولا خلق الفوضى، القضاء على السلطة، ومن ثم القضاء على الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن ثم التهجير القسري إلى سكان الضفة الغربية طوعا أو يعني الآن ما بالقوة. زلنا في المرحلة الأولى برأيك؟ لا، أنا بعتقد إنه هم يعني بيحاولوا يضعفوا. وشوف، إحنا مثلا شوف قرارات الحكومة واستجابة نتنياهو لكل اليمين ومطالب اليمين فيما يتعلق بإضعاف السلطة. إضعاف السلطة مش من 7 أكتوبر بلش، يعني هو بلش من قبل 7 أكتوبر، إضعافها اقتصاديا، إضعافها ماليا، إضعافها أمنيا أيضا. وبالتالي بعتقد حتى اللحظة، حتى رغم المناشدات الأمريكية في مثلا على موضوع المقاصة وأموال السلطة، رغم المناشدات المتعددة الدولية لحكومة الاحتلال في تسليم أموال الشعب الفلسطيني، إلا أن سموتريتش يرفض، وهو وزير المالية يرفض هذا التسليم. اشترطوا فترة أن تحول أموال مخصصات غزة إلى النرويج، وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ هذا المقترح. يعني فكرة إضعاف السلطة الفلسطينية، و يعني بلش من قبل حتى. هلا فكرة الاستيطان وزيادة الاستيطان برضو استمرت وتصاعدت طوال فترة الحكومة وما قبل الحكومة، ولكن تصاعدت أكثر في ظل هذه الحكومة اليمينية المتشددة. 7 أكتوبر كان أيضا بالنسبة لهم فرصة
من أجل تعزيز هذه النشاطات الاستيطانية. شفنا كيف بن غفير سرع في موضوع تسليح المستوطنين، شفنا كيف الجيش الإسرائيلي شدد قبضته الأمنية على الضفة الغربية، وشفنا كيف يوفر غطاء أمني للمستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين. أنا بعتقد أنه خلاف الولايات المتحدة الأمريكية كان خلاف ابتدائي مع البرنامج السياسي لهذه الحكومة ما قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر وما نتج عنه بالنسبة للأمريكان أصبح هناك فرصة للحديث عن موضوع تسوية نهائية للصراع وحل الدولتين. يعني موضوع أمريكا وغزة هو موضوع أمني، أما موضوع أمريكا وبرنامج نتنياهو وبرنامج اليمين بعتقد هو خلاف سياسي، رغم توافق الإدارة الأمريكية أمنيا مع إسرائيل في قطاع غزة، إلا أنها لا تتوافق مع البرنامج السياسي لحكومة اليمين. وعشان هيك حاليا الامريكان قاعدين بيعرضوا لتسويه شامله. بالبدايه اذا بنرجع شوي شهر شهرين مع بدايه الحرب كانت الموضوع منفصلين نوعا ما، يعني كان الحديث عن موضوع ازاله موضوع الاسرى الاسرائيليين كعقبه امام التسويه. هلا حاليا الامريكان قاعدين بيحكوا عن صفقه اوسع شوي وصفقه واحده اللي هي فكره وقف العدوان، وقف العدوان على قطاع غزه، موضوع الدوله الفلسطينيه، و ما يسمي الأمريكان دمج إسرائيل في المنطقة والتطبيع. فأنا بعتقد أنه أسباب طرح موضوع الدولة حاليا كانت 7 أكتوبر هي كانت يعني بالنسبة لهم انطلاقة ومناسبة بالنسبة للأمريكان من أجل التجديد والعودة لهذا الحل، خاصة مع وجود حكومة يمينية ترفض أصلا فكرة الدولة الفلسطينية، وترفض أيضا يعني ترفض أيضا وجود أي كيان فلسطيني في الضفة الغربية تحديدا. نعم، أيضا أستاذ رمزي، يعني كيف ترى هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ في أي سياق يأتي في هذا التوقيت؟ كما تحدث الأخ رائد، الحكومة اليمينية الإسرائيلية منذ تأسيسها أعلنت عن أن سياستها تجاه الفلسطينيين هي حسم الصراع، بمعنى خلق واقع جديد لا يمكن فيه إقامة دولة فلسطينية، ويتحول الفلسطينيون إلى تجمعات سكانية كما قال أحد الوزراء، إما فلسطيني خانع خاضع وإما فلسطيني مهاجر. هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر، وهذه سياسة الحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، إنما ازدادت وتيرة هذه السياسة بعد حدث 7 أكتوبر. وأعتقد بأن اليمين الإسرائيلي له فرصته الوحيدة في تحقيق أحلام مفكريه وأيديولوجيته، والفلسطينيون أيضا يعتبرون هذه المعركة معركة مصير، وهذه فرصتهم الكبيرة لتحقيق حقوقهم وحق إقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير، خاصة بأن الكل الفلسطيني بما فيها القوى السياسية الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي أعطت الموافقة على فكرة التوافق على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67. لذلك هذه المعركة كلما اشتدت اشتد إصرار الفلسطينيين أكثر على أنها لا يمكن أن تكون بعدها إلا دولة فلسطينية، وأيضا لا بد بعدها من إقامة توافق فلسطيني حقيقي حتى لا تتحول المأساة الفلسطينية إلى صراع داخلي مرة ثانية. الخسائر والضحايا والشهداء والوضع الكارثي الذي يمر به الشعب الفلسطيني لا يمكن القبول بعده بمجرد تحقيق فك الحصار أو إقامة ميناء أو إعادة التواصل بين المدن. هذه مطالب أقل بكثير من ما تحقق أو مما أصاب الشعب الفلسطيني من تضحيات وخسائر. لذلك الفلسطينيون الآن مجمعون حول ضرورة أن يكون المخرج هو دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، ومعهم الدول العربية، ومعهم النظام السياسي الدولي، ومعهم أيضا الأحرار وكل من يؤيدون الشعب الفلسطيني في العالم. نعم دكتور رائد، الولايات المتحدة كما تعلم يعني بدأت ليست منحازة للإسرائيليين في هذا العدوان وإنما شريكة لهم. برأيك بعد يعني هذه الشراكة مع
الاحتلال بالعدوان، هل يمكن الوثوق بالولايات المتحدة للعب أي دور وساطة في الأيام القادمة؟ هل يمكن أن تكون شريكا نزيها في عملية السلام؟ لا، هو أمريكا ولا عمرها كانت شريك نزيه أو وسيط نزيه في عمليه السلام. يعني إسرائيل هي وكيل أمني، وهي مستعمرة غربية في متقدمة لأمريكا وللغرب في المنطقة. ولن يعني يأتي يوم التي تتخلى فيه أمريكا عن وجود إسرائيل وعن دعم إسرائيل. ولكن هناك أيضا يعني رؤى مختلفة، رؤى سياسية مختلفة ما بين نتنياهو من جهة وما بين الحزب الديمقراطي وبايدن من جهة أخرى. الخلاف ليس الخلاف على دعم إسرائيل، عشان هيك بجوز الكل بيشوف في تناقض ما بين تصريحات أمريكا وما بين أفعالها في موضوع الإمداد العسكري. أنا لا أرى في ذلك تناقض، يعني لأنه أصلا يعني إسرائيل كدولة هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، ولن تتخلى عنها ولن تتخلى عن أمنها أمريكا. ولكن الخلاف الموجود بينهم هو خلاف بالرؤى السياسية والرؤية السياسية فيما يتعلق في الحل مع الفلسطينيين، هذا من جانب، وما يتبع من مصلحة أمريكية وحتى برؤية أمريكية يعني مصلحة إسرائيلية في المنطقة في الشرق الأوسط ككل. وبالتالي الخلاف هو خلاف في الرؤى وليس خلاف في العلاقة الاستراتيجية والتحالف الموجود. عشان هيك والكل يعلم، حتى عربيا وعالميا الكل يعلم، أن اللاعب الوحيد الذي بإمكانه، دوليا بقصد، اللاعب الوحيد الذي بإمكانه أن يفرض حلول أو يؤثر في الحلول في هذا الصراع هو الولايات المتحدة الأمريكية. هسه هي مش نزيهة أكيد، ولكن شفنا الأوروبيين كيف من يوم مدريد لليوم في عملية السلام دورهم لم يتعدى دور الفيزا كارت. يعني هم كانوا بس ممولين، لا ليس أكثر، ليس لهم رأي سياسي في الموضوع ولا يمكن أن يلعبوا أي ضغط أو عامل سياسي للضغط لحل القضية الفلسطينية. يعني إنما هم دائما تابعين للرؤية الأمريكية. فعشان هيك الخلاف هو خلاف، بعتقد يعني خلاف سياسي بالرؤى السياسية ما بين نتنياهو وحكومة اليمين وما بين إدارة بايدن. أما أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للاعب آخر ليكون بدور في دور الوساطة وغيره في هذا الصراع، فأعتقد أنه لا يمكن. نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية، شكرا جزيلا لك. وأيضا عبر خدمة زوم من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني رمزي فياض، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.